العمدة فيصل بن مجري القرفي البقمي في هذا المساء الجميل في حفل تكريمك. نرحب فيك أولا على صفحات جميع مواقع قبيلة البقوم على الإنترنت، والشيء الثاني نبارك لك هذه الثقة اللي منحوك فيها المسؤولين في تعيينك عمدة لأحد أحياء مدينة الرياض. ماذا تقول بهذه المناسبة لجميع الشيوخ وأبناء قبيلة البقوم الذين حضروا حفل تكريمك، وكذلك عدد من أعيان وشيوخ القبائل الأخرى في المملكة العربية السعودية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أولا أحييكم وأحيي جميع الشيوخ والوجهاء المجتمعين والموجودين عندنا في هذا الملتقى، والحمد لله الملتقى ملتقى خير وتكريم من الجماعة، وهذا شيء يشرفني وفخر على وفخر لي أنا شخصيا، فمرحبا بالجميع والله يحييهم. ماذا تقول المشايخ وأعيان جميع القبائل اللي حاضرين من حفل تكريمك؟ أقول مرحبا، مرحبا مليون بالضيوف والمشايخ ووجهاء المجتمع والحاضرين جميعا، الله يحييهم في هذا المساء الذي أنا أعتبره من أفضل الليالي التي أنا أفتخر فيها، ولهم مني التقدير والاحترام والحب. حنا كذلك نفتخر فيك جميع أبناء قبيلة البقوم، ونتمنى لك التوفيق، ونسأل الله عز وجل أن يوفقك في مهمتك. الله يجزاك خير ومشكور على هذا اللقاء، والله لا يهينك ويعطيك العافية. شكرا يا طول العمر. العمدة فارس بن ماطر البقمي في هذا المساء الجميل، نرحب فيك على صفحات جميع مواقع كبيرة البقوم على الإنترنت. والشيء الثاني، احنا الليلة نحضر حفل تكريم العمدة فيصل بن زنيدان البقمي بعد تعيينه عمدة لأحد أحياء مدينة الرياض في هذا المساء الجميل. ماذا تقول للعمدة فيصل بن زنيدان البقمي، وماذا تقول لشيوخ وأبناء قبيلة البقوم الحاضرين الحفل؟ مرحبا بكم أول شيء، هلا والله ويا مرحبا بالجميع. النقطة الثانية، طال عمرك بالنسبة لفيصل هذا ولد عم وشهادتي فيه مجروحة، والحقيقة هو من شبابنا الناجحين صراحة، من بداية حياته الولد ناجح، الله يوفقه ويسدد على الخير طريقه وسداه، واحنا نفتخر به، احنا ابن عمومته نفتخر به صراحه، هو موفق للخير وهو يسعى للخير من بدري، ونعتبره رمز من رموز القبيله، الله يوفقه. هذه نقطه. بالنسبه للزملاء والمشايخ والبقوم اللي حضروا، نرحب بهم الف ترحيبه في محلهم، وهم المعزبين اليوم وحنا الضيوف، مرحبا بك انت وهم، والله يحييهم، وليله جميله وليله سعيده. واخي وزميلي فيصل بن مجري البقمي رمز من رموزنا نفتخر به، والآن أحد عمد منطقة الرياض، منطقتنا العاصمة الحبيبة اللي نفتخر كلنا بخدمة سكانها، والحقيقة نرجو له التوفيق والله يعينه على عمله في خدمة ولاة أمره، وهو قد لها وكفو لها، لو ما هو بكفو لها ما وضع في المنصب ذا، وأنا أعرفه ولد نظيف ورجل 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 نفتخر به صراحة، ماني بقولها والله مجاملة، لكن الحق لازم ينطق. فالله يحييكم، تحية المطر وأي سؤال مستعدين. نشكر لك هذه الكلمات الجميلة، ونحن فعلا نفتخر فيك وفيه وفي جميع أبناء البقوم اللي يخدمون وطنهم ودينهم ومليكهم وقبيلتهم ومدينتهم واللي هي العاصمة، مدينتنا الحبيبة العاصمة، ونتمنى لكم التوفيق جميعا لك وله، ونفتخر فيه كذلك هو. الله يوفقك ويحييك، وحنا ان شاء الله ما نفوت هذه الفرصه اللي احنا قبل كم يوم مر علينا اليوم الوطني اللي وافق 23 سبتمبر، وهذا يوم مجيد ويوم وحده بلادنا في عهد موحد المملكه وقائد الامه الملك عبد العزيز اللي وحدها على الدين وعلى وابائنا واجدادنا، والان نحن نعيش في عصر المجدد الملك عبد الله بن عبد العزيز وسمو ولي عهده، فمرحبا بكم ونحمد الله على كل حال، والله يحييكم ولا احب اطيل عليكم. شكرا شكرا، بيض الله وجهك. مساك الله بالخير. الله يمسك بالنور السرور. في هذا المساء الجميل ونحن نحضر حفل تكريم العمدة فيصل بن مجري القرفي البقمي. ماذا تقول بهذه المناسبة للعمدة فيصل، وماذا تقول للبقوم اللي حاضرين حفله الليلة في هذا المساء الجميل؟ أول نقول مرحبا ومسهلا بالبقوم ومن حضر من جميع القبائل، والله يحييهم تحيات السيل، ونبارك للأخ فيصل على تعيينه عمدة في مدينة الرياض، ونتمنى له التوفيق، وهذا فخر لقبيلة البقوم، ونتمنى له التوفيق، والله يوفق الجميع لما يحب ويرضى. وسلامتك.
ضيوف البقوم اللي حاضرين من جميع القبائل الليله، ماذا تقول لهم؟ نقول اهلا وسهلا والله يحييهم تحيات السيل. شكرا لك ابو سلطان على هذه الكلمات الجميله وهذا اللقاء القصير. شكرا. نشكرك على الشكر. ونشكرك انت على دائم سباق لتغطيه حفلات القبائل كل بقوم، وهذا من طيبك والله يوفقك. شكرا لك ابو سلطان. جميل. بيض الله وجهك. نجري لقاء قصير مع الشيخ عبد الله بن ذكار الصفراء، شيخ شمل قبيله القواوده من البقوم. مساك الله بالخير ابو عبد المجيد. الله يمسيك بالرضا يا ابو سامي. في هذا المساء الجميل ونحن نحضر حفل تكريم العمده فيصل بن زنيدان البقومي بعد تعيينه عمده الاحد احياء مدينه الرياض. ماذا تقول للعمده وماذا تقول للشيوخ واعيان ورجال قبيله البقوم الحاضرين لحفل التكريم؟ والله اولا الاخ فيصل مجري بن زنيدان القرفي هو صديق وزميل، زميل ورفيق درب في المدرسة فيما مضى من سنين، ورفيق درب أيام الرياضة في الملعب، ورفيق درب حتى في أمور كثيرة، كذلك في بين زيارات وبين أخوة ورفقة. عرفته شخصا محترم يتحلى بأخلاق حميدة وحسن تعامل مع الناس، فهو أهل وكف لهذا المنصب. وعرفت منه أنه يعني سوف يخدم أبناء الحي الذي هو مسؤول عنه، ليس في معينه والناس المقربين إليه بس، بل يتمنى أن يخدم أكبر شريحة من المجتمع اللي هو تقلد مسؤوليتهم. وان شاء الله ان شاء الله وبحول الله وقوته ان التوفيق حليفه. حنا كون اي واحد ياتي الى هنا ويحضر فهذا مشاركه، فهذه المشاركه تعبير عن مشاعر الفرح والسرور بالاحتفاء بالاخ فيصل في هذه المناسبه، وتتجلى فيه اولا تلاحم أبناء المجتمع الواحد وأبناء القبيلة الواحدة، وهذا ليس مستغرب بل متوارث وموجود من على الأسلاف، وسوف يستمر في الأبناء بإذن الله وبحول الله وقوته. كذلك تتجلى فيه للحب والتقدير والشعبية الكبيرة للأخ فيصل، سواء عند قبيلة القروف خاصة أو قبيلة القوم والقبائل الأخرى عامة. هو في الأول وفي الأخير هي خدمة للوطن، في خدمة للوطن، ونفتخر في فيصل ونفتخر في كل أبناء البقوم اللي حصلوا على مناصب في الدولة، ونتمنى لهم التوفيق بحول الله وقوته. وإن شاء الله أنا ولا عندي إضافات، وفي مثل هذا الموقف تتداعى المعاني والحديث ذو شجون، ولعل ما أبدأنا هذا أنه يوفي بالغرض. شكرا لك أبو عبد المجيد، وشكرا ألف شكر. العفو العفو، الله يسعدك أبو سامي، وشاكر لك مقدر، وأنت نعتبرك من المشاركين والحرصين، نجدك في مثل هذه المحافل تبلي جهد جبار، وهذه يعني تعتبره خدمة للقبيلة، ولا نستغرب عن أمثالك. من أمثال. نعم، هذه خدمة لقبيلتي، وتشرف وتاج راسي البقوم كل بقوم. الله يسعد الوجه، ما نعدمك إن شاء الله. شكرا أبو عبد المجيد. نرحب فيك على صفحات جميع مواقع البقوم على الانترنت في هذا المساء الجميل، ونحن نحضر حفل تكريم العمده فيصل بن زنيدان القرفي البقومي. ماذا تقول بهذه المناسبه السعيده للعمده، وماذا تقول لابناء البقوم وشيوخها واعيانها اللي حضروا حفل التكريم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. الحقيقه ان هذه الليله ليله سعيده، ونعتبرها من اجمل واحسن الليالي. بمناسبة تعيين الأخ فيصل ابن القبيلة عمدة لأحد ما أحياء مدينة الرياض، أتمنى إن شاء الله التوفيق في حياته العملية، أن الله يوفقه سبحانه وتعالى. وكذلك نشكر مشايخ وأعيان وجميع أفراد قبائل البقوم الذين شاركونا في هذه الحفلة، نتمنى لهم إن شاء الله التوفيق، والله يوفقهم إن شاء الله ويسدد خطاهم، وهذا لا يستغرب منهم مشاركتهم في هذه المناسبة السعيدة علينا جميعا جدا. وأتمنى إن شاء الله من الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع في
في هذه الليلة المباركة ويسدد بخطى العمدة الجديد الذي نعتبره إن شاء الله ابن بار لبناء القبيلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لك على هاللقاء القصير والكلمات الجميلة، بيض الله وجهك. شكرا بارك، شكرا بارك الله. مساك الله بالخير أولا. الله يمسيك بالخير. نرحب فيك على صفحات جميع مواقع قبيلة البقوم على الإنترنت في هذا المساء الجميل، ونحن نحضر حفل تكريم العمدة فيصل بن زنيدان القرفي البقومي. ماذا تقول بهذه المناسبة للعمدة وماذا تقول لأبناء قبيلة البقوم؟ أرحب بك شخصيا، وفرصة سعيدة أن نلتقي اسمعي ذكرك، وأنا ما تشرفت مقابلتك الليلة، فهذا شرف لي بذات. ثانيا نهني الأخ فيصل بالوظيفة، ونطلب من الله القدير أن تكون عونا له في طاعة الله سبحانه وطاعة ولاة أمره وخدمة دينه ومليكه ووطنه، وأنا أرجو من الله القدير أن يديم علينا الأمن والاستقرار في دولتنا. والحقيقة الحفل طيب، ونشكرهم على حسن الاستقبال وعلى حسن الضيافة، ولا يستغل ابن عليهم. كمان الاجتماعات هذه محببة، جزء من التلاحم الوطني، نتناصح بين نظر محاسن دولتنا، هذه الدولة المباركة التي ليس مثلها دولة في دول العالم، سوى وسائل الإعلام الطلبية المسموعة والمقرية، التي نطلب من الله القدير أن يديم علينا الأمن والاستقرار، متمتعين بالأمن في الأوطان والصحة في الأبدان. فإحنا عندما كنا قبل ما كنا قبائل متناحلة، اليوم كل أبونا أخوة في ظل حكومتنا الرشيدة ومؤسس دولتنا الملك عبد العزيز طول الله ثراه، ومشي عنها جابنا البررة، وخادم الحرمين سيدي الملك عبد الله بن عبد العزيز هيا للشعب السعودي جميع وسائل الرفاهية، ونحن ننعم الحمد لله رب العالمين بنعمة البرزخ على ما قالوا. فنطلب الله القدير يديم علينا الأمن والاستقرار، وأن نتناصح ما بيننا، ونكون جزء من هذا الوطن، حيث الوطن منا وفينا، وحنا ليس بجزء منه، حنا الوطن كله، وحنا أبناء الوطن. ولولاتنا أمرنا إن شاء الله جميعا قبيلتنا اللي هي قبيلة البقوم المعدة الليلة منها العمدة فيصل، أنها إن شاء الله نجد الولاء والطاعة لهم، وأن إن شاء الله جند مخلصين لدولتنا وطننا ولحكومة الرشيد. ماذا تخص العمدة فيصل بالذات بيتك؟ والله أخص بالتهنية، وهنيه تهنية خاصة من قلب مخلص محب. أطلب من الله العلي القدير أن يوفقه لما يحبه ويرضاه، وأن يمد في عمره، وهني وهني أسرته، وهني قبيلة القروف خاصة وقبيلة البقوم على هذا الحفل الطيب، وله منا أتمني بالتوفيق. شكرا لك سعادة اللواء، والله يحفظك إن شاء الله. شاكر لك الكلام الجميل، بيض الله وجهك. شكرا شكرا جزاك الله خير. مساك الله بالخير. يا مساء النور. يا مرحبا. انت عرف عليك. اسمي طامي بن غازي القرفي القمي. ونعم ستين نعم في هذا المساء الجميل، ونحن نحضر حفل تكريم العمدة فيصل بن زنيدان القمي. بعد ان تم تعيينه لله الحمد عمدة لاحد احياء مدينة الرياض. ماذا تقول في هذه المناسبة السعيدة في هذه الليلة الجميلة؟ اتمنى الفيصل كل خير، وان شاء الله انه كفو للوظيفة هذه، وتمنى له إن شاء الله أن يوفق في عمله. ماذا تقول لشيوخ وأعيان ورجال قبيلة البقوم وجميع القبائل الذين حاضرين الحفل؟ أقول لهم يا مرحبا، ألف مرحبا للجميع في محله. شاكر لك هذه الكلمات القصيرة الجميلة، وبيض الله وجهك. وجهك أبيض، وأنا شاكر لك أخوي العفراني على هذا اللقاء. شكرا شكرا.